بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وعلى أجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ربيع الأنام الذي يأتيكم على قناة الحجة الفضائية كل ليلة جمعة. ولا أنسى أن أهنئكم وأهنئ سماحة الشيخ وأرحب به في هذه الحلقة الخاصة والتي تصادف قرب موعد ميلاد سيدنا ومولانا جد صاحب الزمان صلوات الله عليه والرحمة المبعوثة للعالمين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده مجدد علوم الشريعة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه صلوات المصلين. السلام عليكم شيخنا الجليل ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهنئكم شيخنا بهذه أنا أيضا أهنئكم وأهني المشاهد الكريم بهذا المولد الشريف، مولد رسول الرحمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين والإمام الصادق سلام الله عليه. وأتمنى أن تكون هذه الجهود وهذه المحاضرات خطوة يسيرة في سبيل القرب للمولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسنتم شيخنا. شيخنا لعله من المصادفة اللطيفة أو من الاختيار الحصيف لجنابكم الكريم أن عنوان حلقتنا لليوم أين ابن النبي المصطفى؟ لعله قارئ الدعاء يعني يقول أنه هذه عبارة يعني للوهلة الأولى للنظرة غير المتفحصة والمتعمقة أنها تقرر حقيقة لا أكثر ولا أقل أنه فعلا من نسل النبي المصطفى، فهل لكم ملاحظة أخرى أو رأي آخر؟ نعم، نحن كنا بصدد شرح جملات دعاء الندبة العظيمة. هذه الكلمة وهذه الجملة أين ابن النبي المصطفى لا يريد فقط يبين لنا بأنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تشير لحقيقة أكثر من ذلك. هذه الحقيقة يعني أنا أقدر أشير لشيء يسير إلى هذه الحقيقة. حينما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله جل جلاله هكذا يصف رسوله، نعم، يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب أنا أتمنى أن نتأمل في كلام الوحي. أولا حصر، يقول وما أرسلناك إلا نفي واستثناء، يعني ماكو أمر آخر. نعم، حصر إن الله ما أرسلك إلا لأمر واحد، أن تكون رحمة لمن؟ لم يقل للناس ولا للبشرية ولا للعالم، بل قال رحمة للعالمين. إذا نريد نعرف ما معنى العالمين الذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسله الله إلا أن يكون رحمة للعالمين، لابد أن نعرف معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ربوبية الرب للعالمين، عوالم متعددة مو بس عالم البشر، أي عالم. إن الله جل جلاله رب له ربوبية، هذا نص القرآن. أي عالم، أي وعاء، إن الله جل جلاله له الربوبية عليها. نعم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة لذلك العالم. هسه أنت بعد شوف عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملك، العلويات، السفليات، العوالم التي نحن لا ندري بها،
العوالم التي في غيب عن وعينا، فالله جل جلاله أرسل رسوله لكي يكون رحمة لكل هذه العوالم المختلفة. هذا الوصف، هذا الوصف يعني وصف رحمة للعالمين، نجد أن الإمام المهدي سلام الله عليه وصف أيضا بنفس هذا الوصف عجيب. من بين الأئمة كلهم، إنما الإمام المهدي وصف بهذا الوصف من قبل الله تعالى. تقول أين؟ أقول في حديث اللوح، لأن الله جل جلاله بعض كلماته في القرآن وبعضها في الأحاديث القدسية. صحيح. حديث اللوح حديث المعتبر الذي جبرائيل نزل وتحدث مع فاطمة الزهراء. على كل حال، ولوح موجود في كتبنا، وهذا ذكر فيه ذكر الأئمة كلهم لما يصلوا إلى الإمام المهدي. الله جل جلاله ماذا يقول؟ يقول: ثم أكمل ذلك بابنه، يعني ابن الإمام العسكري. شنو سماه؟ ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين، عليه بهاء موسى وكمال عيسى وصبر أيوب، أنه رحمة للعالمين. فلا بد وأن نجد ما هي وجوه العلاقة بين كون رسول الله رحمة للعالمين والإمام المهدي سلام الله عليه رحمة للعالمين. إذا عرفنا ذلك سنعرف حينما نقول أين ابن النبي المصطفى، يعني ننادي ابن من كان رحمة للعالمين، يعني أين تلك الرحمة؟ أين تلك الرحمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في كل سورة تجد أن الله جل جلاله، هذه أعظم آية في القرآن، آية البسملة أعظم آية في القرآن. الأئمة عليهم السلام أئمتنا قالوا أن هذه الآية أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سواده. وقال عليه السلام: سرقوا والله أعظم آية في كتاب الله. جيد، هذه الآية مفتاح كل سورة، يعني كأنما الشعار. أنت مثلا، أريد أقرب الفكرة، أنت إذا تكتب كتاب رسالة علمية أو شيء، العنوان يعبر عما في الرسالة. بالضبط. تخلي العنوان شنو؟ يعني عنوان الشيء اللي يناسب كل هذه المجموعة. بالضبط. واحد يفتح له دكان محل، شو يخلي باللافتة؟ اللي يعبر عن أساس أساسيات شغله هنا. الله جل جلاله في 113 سورة، ما خلص سورة البراءة، في 113 سورة يقول شغلي رحمة. أي سورة الله يبدأ يصف؟ ما قال بسم الله المنتقم الجبار، بسم الله أيضا المنتقم، لكن أراد أن نعرفه بالرحمة. انظروا، بس سورة واحدة ما في بسملة، لأن هذه السورة مو من الرحمة. سورة البراءة للتبري، واضح للتبري ما في رحمة. هذا الدليل على أن وجود البسملة في بقية الصور مو شيء بلا وجه، مو عبث. لو عبث كان أتت في براءة. إذن له مغزى، له مدلول، يعني أن هذه السورة إنما هي تجلي لرحمة الله، مظهر له. هو أساس القرآن كله رحمة، دين كله رحمة. أنا أذكر لكم شو بعيد بعض النماذج، حتى نحن لنا حال يزرى عليه، يعني لابد أن نبكي على حالنا. كم نحن بعيدون عن منطق القرآن والوحي. انظروا، إن الله جل جلاله لكي يهدينا، لكي يرشدنا. أنت إذا واحد مثلا، واحد يقول لك فلان أستاذ مجتبى، أنا ابني مثلا ما أدري بالإعدادية بالمتوسطة، أريد لي فد معلم بالرياضيات شوية اشتغل وياه. أنت هم عندك خبرة بالمعلمين، ولأن هذا صديق عزيز عليك تختار له فد، يعني اختيار، مو أي واحد.
أما إذا أنت اخترت له أكثر المعلمين خبرة، نعم أعلاهم درجة، أحبهم إليك، صديقك اللح، نعم يعني أنت كم تحب هذا الشخص، هذا هذا علامة صحيح محبتك له. صحيح. الله يريد يهدينا. من الذي أرسله؟ رسول الله. نعرف من هو رسول الله، نعرف من هو رسول الله، أقرب الخلق إلى الله، أحب الخلق إليه، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ليش موسى وإبراهيم يتمنون أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا اعتناء بك أنت. أنت من تروح بالمدرسة تشوف لك حاطين لك فد معلم كلش من الدرجة العينية يعتنون بك أنت، هذا اعتناء الله بنا. شوف هذا النبي خاطره كلش عزيز. نعم. أنت تدري أن القبلة كانت باتجاه بيت المقدس. نعم. ماكو فرق يعني لله المشرق والمغرب. نعم. ماكو فرق، سل الكعبة شرع الله. بس اكو هناك يهود خشوا شوية، هذا القلب الطاهر تأذى شوية، تأذى قد نرى تقلب وجهك. ما حجة. خرج من بيته نظر إلى السماء، ما حجة، قام يصلي. شوف 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 بالله عليك، واقعا هذه الآية يعني إنسان يتعجب كم إن الله يحب هذا النبي. عجيب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. انظروا لام تأكيد، لنولينك، نون تأكيد ثقيلة، ثقيلة، فاء تفرع تأكيد، قطعا جزما أنا رب العالمين أغير شرعي وديني إلى يوم القيامة، وكلكم أينما تكونوا صلوا شطر المسجد الحرام. ليش؟ لأن النبي راضي بهذه الدعاء. أنا أريد حب النبي، ايش قد خاطر النبي عزيز. هو هذا الصديق، هذا حبيب، هذا الذي احب خلق الله اليه، ما كان هنا، هو كان في الملكوت الاعلى، كان فوق العرش. لما خلق الله ادم راى نوره وانوار الخمسه الطيبه، قال يا ربي من هم، خلقتهم قبلي؟ قال لولاهم ما خلقتهم. بعدين على مودي انا، على مود فلان زيد وعلان ابو سفيان ابو جهل وفلان، يرسل هذا الرسول إلى الدنيا ويتحمل الأذى، يسبونه، يشتمونه، يضربونه. كم إن الله اعتنى بنا، هذه مو رحمة؟ يفعل وأساسا رحمة. زين هسه هذا النبي أجا، يعني الآن النقطة الأولى أنه نفس الإرسال رحمة، اختيار هذا النبي يعني يحبك. طيب يعني يحبك. زين نحن مصطفون، يعني أمة محمد استفان الله أن جعل لنا هو سيد الرسل نبينا صارت صلوات الله. جيد، هذا النبي جاء، هذا النبي كالماء المعين بالنسبة للناس. بالله عليك ذول الذين سووا الإسلام ونشر الإسلام كله بالكراحة وبالسيف وبالبقل، ما فهموا من الإسلام ألفا ولا ياء ولا باء. أضرب لك مثال، أدنى شأن النبي، هذا النبي أدنى شؤونه تلاوة الكتاب. نعم. رسولا يتلو عليهم آيات. تدري تلاوة النبي، نفس تلاوة النبي شيء أثر، إحنا ما سمعنا. نعم. إحنا عبالنا هذا ال 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 القارئ ما أدري كذائي، وهذا القارئ يا قراءة النبي يختلف. نفس قراءة النبي بغض النظر عن بقية سلوك، نفس تلاوة كان يجذب الناس. أبو سفيان من رؤساء الكفر في مكة، أبو جهل وشخص آخر ثلاثة، هذا ما يدري وذاك ما يدري وهذا ما يدري، كل واحد على من دون تنسيق مع الآخر. نعم. ليلا بعد منتصف الليل
اجوا قرب بيت النبي مكة، هذه مال ايام مكة، نعم جاءوا قرب بيت النبي حينما كان يصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن، يستمعون الى قراءة النبي. شوف بالله عليك، هذا الدين الذي هكذا جذب قلوب اعدائه، هذا انتشار جديد سيف؟ نعم بالله عليك، هذا ابو سفيان ايه ابو ألد سفيان أعداء رسول الله، هذا أبو جهل، هذا شوف شلون انبهر من الليل، وقف إلى طلوع الفجر، هذا ابن هشام ينقل سيره، انظروا لما طلع الفجر، المصادر ابناء العام لما طلع الفجر قاموا ثلاثتهم بالطريق، التقى بعضهم ببعض، ها وين شنت؟ أنت وين؟ استحيوا بعضهم من بعض، قالوا بعد من يجي؟ هاي آخر مرة، فشلة. طبعا الليلة الثانية ثلاثتهم اجوا بالفجر، التقوا، ها مو قلتوا ما نجي؟ بعد ماكو. الليلة الثالثة اجوا ايضا، طلع الفجر التقوا، قالوا بعد ما نفترق الا ان ناخذ احدا بان لا ناتي هنا. انظر جاذبية هذا النبي، هذا شلون يعني سخر قلوب الناس. هذه رحمة، تلاوته رحمة. نعم انا اسألكم المشاهد الكريم، لماذا في مكة اتهموا رسول الله بأنه ساحر؟ ليش؟ قالوا كل شيء ما نقدر نقوله، بس هذا من يقرأ؟ أنا أتكلم عن تلاوة النبي، شوف فقط نحن، تلاوة. أنا أقول نحن حالنا جزء، نحن ما سمعنا تلاوة القرآن من فم النبي ووصيه، لو سمعنا بس تلاوة القرآن منه سلام الله عليه يجعل الناس كلهم يشتاقون إليه. قالوا في أيام مكة أي واحد يأتي للحج من برا كانوا يقولون له إحنا عندنا شخص هذا ادعى النبوة، هذا كذا، هذا مخربط، هذا بس هو ساحر، لا تسمعوا كلامه، حطوا آذانكم في شيء، قطن شيء حتى ما تسمعوا. ليش؟ والغوا فيه. ليش؟ تلاوة النبي، جذابية النبي. يأتي شخص، واحد منهم قال لا شنو أنا أرجع أقول لجماعتي ما سمعت من عنده شيء؟ طيب طلع استمع إلي، قال عجيب، هذا أنا أريده، هذا المال الذي أنا أبحث عنه، هذا أنا أريده. قرأ له وأسلم وآمن إلى آخره. فانظروا أن الذي أتى به النبي ماء حياة طيبة رحمة، واحد عطشان، واحد عطشان، هل الجبرة تشرب ماي؟ يشرب ماي؟ ما يحتاج بس قدم له ماي نظيف مباشرة، هو يطلب الماي. مولانا دين الله، الله هكذا مقدر. هسه الآن ليلة أقول لكم الذين حرفوا الطريق شنو اللي عليهم وزر، والله نحن ما عشنا هذه الأجواء. يقول أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن حينما نكون عندك كأنما نحن نمشي مع الملائكة، كأنه في عالم آخر، نحن نبتعد عنك تجينا إبليس، كان مفروض نحن هكذا نعيش، هكذا نعيش، حرمنا. الدين الإسلامي ما يحتاج نشره وانتشاره إلى القوة وإلى فرض وإلى السيف وإلى، لأنه رحمة. يقولون أبناء العامة أن من مفاخر الخلفاء، خلفاء السقيفة، أنهم فتحوا الفتوحات، فتحوا العراق وإيران ومصر وغير ذلك. أنا سؤالي هذا، لا تسأل عن علة نشر الإسلام، الإسلام بالطبع ينتشر ماء والناس عطشة، اسأل عن علة صده وانتكاسه، لماذا وصل الدين هذا الذي جاء رحمة للعالمين. الآن انظر، أنا استذكرت قصة عن
أستاذي الفقيد سماحة المرجع السيد الحكيم رحمة الله عليه، يوم من الأيام بعد الدرس هكذا تكلم معنا، أظن كان في ذكرى ولادة النبي أو ما شابه، قال سؤال بسيط، سؤال بسيط بس الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى إنصاف، إلى عقول حرة. طيب قال انظروا الآن، أي واحد ما لي علاقة دينه مذهبه انتماءه، هل الوضع الذي وصل إليه الإسلام الدين هذه الوضعية اللي الآن نعيشه نعم يرضيكم؟ هل هذا كان المخطط؟ انظر، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تالي صارت هكذا؟ هذا؟ طيب. هذا رحمة للعالمين؟ هذه البلدان الإسلامية؟ هذا يقتل باك ذاك يقتل هذا؟ هذا الوضع التعيس؟ هذا رحمة للعالمين؟ وهو أرسل لأجل هذا؟ ليش هيك صار؟ اسأل عن هذا، لا تسألني ليش انتشر؟ لأنه بطبعه لا تسألني العطشان ليش شرب ماء؟ فعلا. اسأل ليش ذول عطاشة بالعالم؟ ذول العطاشة ليش يتجنبون يتذمرون من شرب الماء؟ ليش؟ فعلا. قل إن أصبح ماءكم غورا من يأتيكم بماء معين؟ حرفوا المسار. انظر في السنة التاسعة من الحجرة عام الوفود، نعم، القبائل كانت تفد إلى رسول الله حبا وكرامة إلى رسول الله. ماكو هيك. نعم اكو سيف، ما انفي سيف المن مثل ابو سفيان اللي يدري هو هذا ماء معين، هو هم مشتاق له بس عناد ما يخلي الاخرون يرتبون من هذا الماء، مثل انت عندك عين من الماء والناس عطشه، هذا اجى ما يخلي الناس يشربون وانت توخر. هذا هم رحمه، فعلا رحمه. حروب النبي رحمه. ليش رحمه؟ ليش؟ الناس، لأنه إذا فرضنا أنه ماء معين الناس متعطشة لهذا الماء، اعرف النبي أولا، اعرف طريقته مساره. يجي واحد يقول أنا ما أخلي الناس، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان، ذول مستضعفين يلا فتحوا. حتى هو حرب رحمة، ما أنفي الحرب والسيف، لكن هو أساس رحمة، بعث للرحمة ليس للسلبي والنهي. وإذا وهذا المسار نجد أنه توقف من بعد رسول الله، نعم، في حين إن الله جل جلاله وعد في أكثر من آية في القرآن، قال ليظهره على الدين كله. على الدين كله. الله لا يخلف الميعاد، الله وعد بأن يظهر هذا الدين على جميع الأديان، نعم، لكن ما يظهره بالسيف. نعم اكو سيف، بس سيف لفئة قليلة، لفئة معاندة قاعدة الشعب. اكو رواية جدا لطيفة الإمام الصادق صلى الله عليه، مقطع من الحديث هكذا، قال الإمام صلى الله عليه: أما علمت إن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور، وإن إمامتنا بالرفق والتآلف وحسن الصحبة والتقية والورع والاجتهاد. يعني احنا نريد نستقطب قلوب الناس بالسيف ما يصير. بني أمية داعش يقدر بالسيف يجبر الناس، بس قلب الناس ما يقدر. شيخنا اللطيف يذكرون قصة انه دخل احدهم على الحجاج، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما تحفظه من القرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال مو هكذا نزلت، يدخلون في دين الله أفواجا. قال له كانوا يدخلون، أما هسه من ولاية بني أمية والخلفاء يخرجون صار. زين، الآن وصلنا لنتيجة، سنريد نقرب الفكرة ليش ما هو المهدي رحمة العالمين. شيخنا حتى نختم بهذه النتيجة وبعد الفاصل نكمل، تفضل. هو هذه النتيجة لحد الآن وصلنا إليها، نعم. أنه لو كان المسار اللي المسلمون وصلوا إليها إلى حد الآن مسار طبيعي وصحيح، هذا معناه إبطال القرآن، نعم، إبطال الدين فعلا. إذن هذا مسار محرف. هذا أكبر دليل على أن المسلمين
انحرفوا عن مبدئهم. الله لم يقدر لهم هذه الحياة، هذا العيش، ما قدر الله لنا هذا العيش. خلي افتهم، ما قدر الله لنا هذا العيش، هذا الحياة. الإسلام جذاب، دين رسول الله جذاب، مو احنا سويناه في الدين، في الشريعة، في الدين. كل واحد يتنفر من عنده، يتذمر من عنده. احنا ما نقدر حتى تلاوة القرآن ما نقدر عليها، فكيف بمعارفها وعلومها وإلى آخره. أحسنتم شيخنا. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل مع سماحة الشيخ، ابقوا معنا. مرة أخرى الآن نكمل مع سماحة الشيخ ما كنا نقوله قبل الفاصل، وهو سماحة الشيخ أننا كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف واحدة من أبرز العبارات الموجودة في دعاء الندبة أنه أين ابن النبي المصطفى، وكما قلنا هذه ليست مجرد إشارة إلى نسب بل إلى شيء آخر. هاي مقدمتين. المقدمة الثالثة، قلنا أن الله عز وجل قال ليظهره على الدين كله، هناك وعد بإتمام رسالة هذا الدين بإظهاره على الدنيا. نرى اليوم أن هذا غير متحقق، غير حاصل، رغم الرحمة الموجودة في هذا الدين، فكيف نوفق؟ نعم، إذا قلنا أننا يعني لو إنسان حر يتفكر بعقله يرى أن هذه الحالة حالة غير مستقيمة. نعم، هذا حصل انحراف في المسلمون، ما مشوا على الدرب اللي هو رسول الله أرسل لذلك. أنت ما عندك إلا الإمامية الاثني عشرية، نعم، اللي يقولون هذه الرحمة راح تظهر بيد وصي النبي، وصي الخاتم اللي هو المهدي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أيضا رحمة للعالمين. والسر في ذلك أن الله جل جلاله كما قلنا أن الله جل جلاله لا يريد إظهار هذه الرحمة بالقوة وبالجبر وبالإكراه والعزم. هو الناس بعد رسول الله تركوا، خذلوا عليا، خذلوا وصية النبي. الله جل جلاله كان بإمكانه أن يأخذ الحق ويرجع، لكن سنة الله تعلقت بإرادة الناس، ما تريدوا دونكما فاحتلبوها، هذا جمل الخلاف، فاحتلبوها وعليكم شنارها وعارها، وامشوا امشوا. اريد اشوف وين تروحون، الى اين تصلون، الى اين تصلون؟ وصلنا لما وصلنا هنا الان، وصلنا لما وصلنا اليها الان. ماكو خلاص، ماكو شار الا بيد الامام المهدي سلام الله عليه. نحن حقيقة يعني أنت إما أن تسلم للإمامية الذين قالوا بوجود الإمام المهدي الذي يكمل، نعم، أو أنه ستقع في إشكالات كثيرة، إشكال تكذيب القرآن يعني. نعم، نحن ما عرفنا ما هو الدين، ما هو الإسلام، ما هو القرآن، وما هو صاحب القرآن، من هو صاحب القرآن. عبالنا كل من يتصدى للدين هو هذا. نعم، الصورة التي نحن نرسمها عن الدين صورة جدا ضيقة بحسب أفق فهمنا واجتهادنا عبر القرون، فشيء اللي هو مبرئ للذمة. نعم، أما الصورة الواقعية للدين اللي يجذب كل الناس، هذا بيد الإمام المهدي سلام الله عليه وسلم، هو صاحبه سلام الله عليه. أساسا الإمام صاحب الزمان صلى الله عليه لما يظهر، الناس لما يشاهدون هذا الإمام، سلوكه، كلامه، أخلاقه، أفعاله، هم يضغطون على حكوماتهم. نعم، هم يأتون إلى الإمام. قلت لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جالس عند البيت الله الحرام يقرأ فقط، يقرأ القرآن، هذه يأتيه يطوف
يستمع، شنو هذا الكلام؟ شنو هذه التلاوة؟ ينجذب. الثاني والثالث، هكذا انتشر الإسلام. هكذا، وهذا راح يصير بيد ولده الإمام المهدي سلام الله عليه. وشيخنا إذا يعني نوصل فكرة المشاهد الكريم أنه هذا صار جزء ولمحة منه في لما أتوا الناس على أمير المؤمنين سلام الله عليه، هم ما كانوا صادقين، يعني جربوا غير علي، جربوا جربوا قالوا هسه علي بيصير غير مكانه، راحوا للأول للثاني للثالث، بعد لما ضاجوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشقيقي، يقول إلى أن قام ثالث القوم نافجا حذنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل لبتة الربيع، إلى أن كبت به بطنته. لما ضاجوا من وهم ضاجوا، تدري من شنو ضاجوا؟ لأن عثمان ما كان يطيهم، فقط هذا. لو كان عثمان يطيهم ما كانت لهم مشكلة ويا عثمان، لو كان مستأثر ما كان لهم مشكلة، ما كانوا يريدون علي، أجوا هجموا على علي سلام الله عليه حتى لقد وطئ الحسنان، لكن شوفوا من في الصفين في نهروان تركوا علي، خذلوا صحيح، بعدهم ما فاهمين شنو حكم علي سلام الله عليه. إلى هذه الغيبة تمتد إلى أن البشرية تعرف اضطرارها للحجة. هذا هو السر. القرآن الكريم يصف الإمام المهدي بهذا الوصف، يقول قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نحن بمقدار إحساسنا وتعطشنا للماء سنبحث عن للماء ما متعطشين للماء لحد الآن. إذا فد يوم قمنا شفنا ماكو ماي، ماي شرب ماكو، شو تسوي؟ تبحث شو تسوي؟ ما مت حياة ما تمشي فعلا. لكنما الإمام غائب وغير ماخذ الأمور، مرتاحين ما حاسين بضرورة الاضطرار إلى الحجة، ما حاسين اضطرار للحجة. أنا شخصيا إذا في حياتي الاعتيادية أمور بيتي أو مثلا عائلتي يصير فت خربطة، فت مشكلة، كلش أضوج، كلش أشيل هام، يلا شو أسوي منا منا، مرة شلت هم الإمام المهدي هو غائب عن أعيننا، مرة صار عندي استغاثة بالله جل جلاله، أستغيث كالغريق اللي ينادي. واقعا نحن غرقى، نحن واقعا غرقى. المشكلة اللي تزيد في الطين بلة، أجوا جماعة نصبوا أنفسهم، تفتوا لهذا الذي أحكي لكم، أنا أريد يعني ما أريد أجامل أو هذا ميزان الحق، لا ناقص لا زايد. يجي واحد ويدعي أنه، انظروا إيش ماذا أقول، أنه مرآة للدين للإمام المهدي، يقول حكومة المهدي هو هذا، حكومة الإسلام هو هذا، هذا الحكم الإسلامي. عمي أنت عرفت شنو الحكم الإسلامي؟ قل هذا ما تيسر لي، هذا لأن الإراعي الدين ما موجود. بعد شلون رهمته بعد؟ هو معذر كما يقولون علماء في الفقه والأصول، يقول هذا معذر منجز، مجرد إسقاط ذمة، مجرد إسقاط ذمة بمقدار الضرورة. مراجعنا حفظهم الله، حفظ الله الباقين رحم الماضين، الذي يجب علينا في عصر القيبة أن نقلدهم، بالتالي هم فقهاء آل محمد، لكن ليسوا أئمة. يعني الذي يستنبطه الفقيه هو اجتهاده، ويجب يجب عليك اتباعه، لكن اعرف هذا ليس على قدر سعة الدين، دين أوسع من هذا أكيد، لا نضيقه في هذا. شيخنا مرة ذكرت تعبير الشيخ الأنصاري في رسالة أي الشيخ الأنصاري قال عمل بهذه الرسالة من باب أكل الميتة في العصر القيبة جائز.
باب باب الاضطرار. الميت. يوم من الأيام اجى شخص عند الإمام الصادق عليه السلام، ونذكر الإمام الصادق هذه ليلة ميلاد الإمام الصادق سلام عليه، قال: يا ابن رسول الله، إن عمار الدهني، كان من شيعة الإمام، عمار الدهني صار عنده قضية. قال: شنو؟ خير؟ قال: استدعاه القاضي في المحكمة لكي يدلي بالشهادة، فالقضية طلبوه شاهد. لما أجى بالمحكمة القاضي كان قاضي السنة، نظر إليه قال: أنت شهادتك مو مقبولة عندي، يعني أنت رافضي، طيب أنا ما أقبل شهادتك. عمار قام يبكي، بكى. فهذا القاضي قال لعمار: ليش تبكي؟ وحسب الموازين اللي عندي ما يصير شاهد يكون من غير مذهبي. زين. قال لعمار: عمي، ما ابكي على انك انت من، وانت حتى تقبل او ما تقبل. قال: تدري شنو ابكي؟ بكاني. قال: انت الان سميتني برافضي، سميتني بشيعة جعفر، انا الان استذكرت ان الناس يشوفوني وشنو ويحكمون على الامام على جعفر. الصادق، على جعفر الصادق، يعني يحكمون على جعفر الصادق من خلال سلوكي، من خلال اقوالي، انا اشوه سمعة امامي، ابكي من اجل هذا، انا لست مرآة له، انا ابكي من اجل انني شوهت سمعة امامي بهذه الاخلاق، بهذه السلوك، بهذه العبادة، بهذا. مهما يكون البشر في اعلى درجات العلم والكمال، لا تقول لي فلان من اعلم العلماء، من اعلم من الاولياء، مهما يكون، اين الثرى من الثريا؟ ما يكون مرآة للامام. قال: انا هذا اللي بكاني. الإمام الصادق قال: لو كان عمار ارتكب كل معصية غفر الله له، لأنه برأنا، برأنا. احنا على العكس، بالله عليك، احنا على العكس. شنو؟ نجي شنو اشياء، شلون امثل؟ مشروع اجتماعي، مشروع سياسي، مشروع قضائي، حكم، غير ذلك، خدمي. نجي نقول هذا هو مشروع ديني، هذا هو، هذا هو اللي يريده الإمام، ونخرب ونشوه سمعة أئمتنا، بدل ما نقول لا، ليس هذا هو الدين، مو هكذا، هذا الذي جعل الناس يتنفرون، يتذمرون من هذا الدين، ونحن السبب، كن مبرئ. المراجع العظام، سيد البروجردي على الله مقامه الشريف، في جلسة درسه، هذا نقله أحد من تلامذته اللي كان يحضر عنده، قال: لما كان السيد في جلسة درسه، لما كان يريد أن يذكر اسم المولى حجة ابن الحسن، كان أنا شنو؟ أنا أذكر اسمه بهذا الفم؟ أنا سيد البروجردي زعيم الطائفة؟ يا ناس، يا جماعة، هو نور الوجود، هو شمس الوجود، مو أني، أنا الشمعة. يوم من الأيام كان عنده قراية سيد البروجردي في البراني مالته، وكان مريض، وكان جالس خلف الباب، يعني غرفة ثانية مو داخل المجلس. فهذا الخطيب او القارئ بعد ما اكمل، دعا، قال: اللهم احفظ مثلا امام زماننا، وعجل فرجه وكذا، واحفظ مثلا سيدنا مثلا المرجع كذا. لما قال، سيد البروجردي اخذ عصاه وضرب الى الباب بقوه، قال: انزلوه، انزلوه من المنبر. ايش صاير؟ قالوا: ليش تذكر اسمي بصف اسم صاحب الزمان؟ ما تستحي انت؟ ما تستحي تذكر اسمي بصف اسم صاحب الزمان؟ انا خدم من خدامه، انا ما اذكر معه. قد اذا لحتى الان قلنا ان الدين جميل، الاسلام جميل، رحمة للعالمين، الرحمة ما يحتاج إكراه، ما يحتاج جبر. والإمام المهدي يأتي
يكمل هذه الرحمة وينتشر في أرجاء الأرض هذا الدين، ويصدق الله وعده اللي وعد نبيه ليظهره على الدين كله. زين نعم تفضل. العفو. طيب إذا كان الأمر كذلك، بعد هذا اللي نراه ونسمعه في الروايات وحتى في الزيارات، يعني نعم. السلام على صاحب الصمصام وفياق الهام في زيارة الحق الجديد، كذلك أنه يأتي بالسيف نعم. ويأتي يعني قد يقتل العرب مثلا، يعني هذا من مضامين الموجودة. نعم. فكيف نوفق بين حديث اللوح، بين هذه العبارة في دعاء الندبة، أين ابن النبي المصطفى، نعم. المصطفى الذي هو رحمة للعالمين، نعم. وبين هذه المضامين؟ نعم. مقتضى الرحمة الإلهية أن الذين سببوا في إبعاد الناس عن هذه الرحمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أولئك أكو ثلة قليلة من الناس ما يريدون نشر هذه الرحمة. انظروا، أكو طريقتين. الطريقة الأولى أنت تجي الناس ما يريدونك، ما يريدوك الناس، إما توزع فلوس بالترغيب يعني ترغيب، أو دعايات كاذبة، طيب، أو السيف ترهيب ترهبهم حتى الناس يصفقون لك. الناس لما ما يريدوك فأنت تريد أن يتبعوك، إما تبذل أموال ترغيب أو تضليل أو ترهيب. هذه الطريقة. طيب. قد يستخدم السيف هكذا لإكراه الناس، يلا تعالوا، الناس ما يريدون الإمام، تعالوا، لا هذا ما هذا منفي. أكيد. أكو سيف طريق استعماله طريق ثاني، وهو أن الناس البشرية أدركوا اضطرارهم للماء المعين. طيب. اضطرارهم، أدركوا بأن نجاتهم لا في منظمة الأمم المتحدة ولا في كذا ولا في هذه الحكومات، بيد ولي الله. هم متعطشون لذلك، هم متعطشون يريدون، بس أكو ناس أتقياء طاقوت وفراعنة ما يخلون، يقولون يا ناس احنا ما نخليكم تشربوا من الماء، اكو ماي صحيح، طيب، بس احنا ما نخليكم تشربوا. مقتضى الرحمة هنا ابقاء اولئك الطغاة او ازالتهم. لا اكيد ازالتهم، هذا الرحمة، هذه هي الرحمة. يعني كما تحروا برسول الله صلى الله عليه طبعا ان قيام الامام سلام الله عليه بالسيف ليس لاكراه الناس، انما لازالته اولئك الذين ايضا نفس اولئك الذين يقتلهم الامام في وجدانهم معترفين بجماله، كما قلت لك ابو سفيان وابو جهل بالليل يجي 3 ليالي فقط يريد يستمع الى تلاوه النبي. شنو هالتلاوه هذه؟ 3 ليالي انت هكذا تعرف النبي وهكذا تشتاق اليه، ليش تمنع الناس عن هذا الماء؟ ليش؟ اللهم اعطي فرصه مهله مره مرتين، ما يقبل، كون يزال. فاذا فلسفه الانتقام في دوله الامام المهدي سلام الله عليه اقلاء الشر من جذوره. انت ما دام انت ما طول هذا الفساد استشرى وجذوره في اعماق كل شيء داخل في العمق، انت حتى لو سويت اصلاح استعمار ظاهري يصير فعلا مو شيء فعلا. لما الفساد يدخل في العمق اذا ما يقتلع من جذوره، يكون عن جذره، يقلع عن جذره. فلذا قلنا في حلقه سابقه اين مبيد اهل الفسوق والطغيان، اين حاصد فروع الغي والشقاق، يحصدها يقلعها من جذورها. هذه مقتضى الرحمة، هذا مقتضى الرحمة. ليس هذه ليس من الرحمة أن نستر وأن نسكت عن القتلة عن المجرمين. فعلا لما هذا المجرم يقتل بالناس ما تحكي بالرحمة، لما نريد ننتقم من عنده يابا رحمة، شنو رحمة؟ هذا مقتضى الرحمة
أن يأخذ جزاء عمله. لكن في القصاص حياة. طبعا مقتضى الرحمة أن يأخذ رحمة للمظلومين، رحمة للمضطهدين، لأولئك المضطهدين. أن شوف مثلا أنت القرآن الكريم، الإمام صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن الله أدار في الإمام المهدي سنن 5 أنبياء، منها سنة نوح. شوفوا في زمن نوح على نبينا عليه السلام، بعد سنين، بعد 900 سنة، بعد ما أدري كم سنة، الله جل جلاله أهلك كل الناس، لأن بعد ما بهم خير. أنجى بس اللي كانوا في السفينة. هو واحد يعترض ليش الله قتل كلهم؟ لأن بعد هم ما ينسلحون. قال نوح قال انتظرهم لا يلدوا إلا كافرا فاجرا كفارا فاجرا كفارا. بعد هو هذا حالهم. فإذا أكو اعتراض يصير اعتراض على نوح على نبينا وعليه وسلم وعلى حكمة الله. إذا فهذا الانتقام ضروري وهو مقتضى الرحمة، وإنما ليس لعوام، لعموم الناس، لعموم البشرية، إنما فقط للطاقي الذي لا هو يشرب من الماء ولا يخلي الآخرون يشربون من هذا الماء المعين، وينتشر هذه الرحمة التي هو رحمة للعالمين. تنتشر تمام. يعني شيخنا نستطيع أن نقول يعني تخصيص الإمام سلام الله عليه، هنا هم تحضرني فكرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان يذكر في بعض الكتب القديمة يعني في التوراة مثلا بأنه الماحي صلوات الله عليه. هل ممكن أيضا من هذه الناحية قيل يعني ذكر يعني هذا المضمون في الحديث أنه ما الماحي يا رسول الله؟ قال ماحي الشرك. يعني هل ممكن أيضا المشابهة طبعا. أنه صلوات الله عليه وعجل فرجه الشريف يشابه جده رسول الله من هذه النحو، ولعله يعني قضية أنه يأتي بالسيف وكذا لمشابهة رسول الله أيضا في هذه القضية طبعا، والتي لا تخرج عن إطار طبعا طبعا لا تخرج عن إطار. البعض إجوا وأنكروا قيام الإمام بالسيف. لا إيه؟ لا لا ماكو إنكار، لأنه أساسا أنت كيف تتعامل مع أولئك الذين دمروا الأرض وملؤوها ظلما وإرهابا وفسادا وقتلا ودمارا؟ ذول ما يرتاحون مع الإمام صلى الله عليه، تخليهم ما يصير. وإنما هو من يأتي ليصير رحمة للعالمين. سنرجع لأول المحاضرة، قلنا رحمة للعالمين، هذه كلمة لابد نتأمل فيها. هذه الرحمة اللي الله أرسل نبيه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما يمكن أن أحد يتكلم بأن هذه الرحمة طبقت إلا بيد ولده الإمام المهدي. وإلا تشوفون قلت ما تقدر تقول هذه هو الرحمة اللي للعالمين. التفتوا، رحمة للعالمين. أنا حتى البشرية ما ماخذ هاي الرحمة، حتى المسلمين ما مستفيدين من هاي الرحمة. حتى المسلمين شوفوا حالهم هذا، حتى الشيعة، نحن الشيعة بعد أكثر من هذا، شيعة شي بعد هذا حالنا هذا. أما هو رحمة للعالمين، لما يأتي الإمام صلى الله عليه يقول يفرح الطير في أوكارها. شوفوا رحمة للعالمين، عالم الطيور عجيب. يعني الآن الطيور متضررة بقصب الخلافة، يعني الله أرسل نبيه لكي يكون رحمة حتى للطيور. نعم قلت إذا تريد تعرف سعة ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اقرأ الحمد لله رب العالمين. كل العوالم، كل عوالم الوجود، ما أرسل الله نبيه إلا أن يكون نبي رحمة لهذا العالم، وهذا الناس ما قبلوا تركوا، وسيكون بيد ولده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد ذاك الدين وذاك الكمال وذاك تلك البهجة والسرور، الشيء ما ينوصف واقعا ما ينوصف. شيخنا لو تختمون في يعني باقي أيضا دقيقتين على البرنامج بمشهد من مشاهد هذه الرحمة. بعض اللي شافوه التقوا به، بس جماله، بس تشوف جماله، جماله. أنا أبالنا مو بشر عادي، مو هكذا، بس جماله تشوفه يتجنن. واحد التقى به في مشهد، قصة لعل ما قبل
70 سنة 60 سنة. نعم. فقال ما أتحمل بعد، أنا ما أقدر أعيش في الدنيا بعد شفت هذا الجمال. قال أحد العلماء، قال واختفى فترة كان من الصلحاء، قال أنا كنت أدور عليه وأبحث عنه، شفته قلت وينها؟ قال بعد أنا توسلت بالإمام ورحت بعد الجبال في كذا ما تحملت. وقع نحن لم قلوبنا لم تحترق لفراق الإمام. قلت ما نحس بفراقه. الله يقول كون عطشكم للإمام كعطشكم للماء. نعم. نحن ما حاسين. ما حاسين بهذه. ما حاسين. كل شيء موجود الحمد لله، الحكومة موجودة، المدير موجود، الراتب موجود، البيت موجود، الحمد لله رسالة عمليها موجودة، ما في عمل بس دين أكثر من هذا. كذا محاضرات الدنيا موجودة وبعد شو تريد؟ يا هو شيء آخر. قال أنا بس أقول لك أنه أن هذا الوجه لمس موضع قدمه صلى الله عليه، أنا توسلت بالإمام قلت ما أقدر أعيش وراح أموت بعد 17 يوم. وفعلا الذين شافوه الذين التقوا به، قلت لكم هذا له نموذج في التاريخ. نعم. ورسول الله وأئمتنا كانوا هكذا، صلوات الله فعلا كانوا هكذا، ذاك الجمال، ذاك الصوت المهدوية المحمدية الجميل، ذاك العدل اللي ما حد يقدر يعمل بالعادل مثل مثل في دولته، الذئب مع الشاة في نفس الوادي، لا هذا ولا ذاك. الإنسان يأخذ زكاة ماله، بالله عليك وين احنا؟ وين احنا الآن في هذه مدينة كربلاء؟ إذا أريد عندي صدقات زكاة أموال، وين أودي؟ 100 حي، 100 بيت، أنت تندر تعال تشوف الناس العائشة بالوضع اللي ما شاء الله. يقول في زمنه الإنسان يأخذ زكاة ماله يخلي فوق رأسه، دور من هاي المدينة ذيك المدينة، يابا عندكم فقير؟ ما عندنا. عندكم فقير؟ ماكو. يفتر في البلدان لا يوجد فقير. هذا الحالة المادية، طبعا هذه أدنى شؤون الإمام، بعد الدرجات المعنوية الأخرى. المهم نحن نكون لا نقيس أنفسنا بالإمام صلى الله عليه، ولا نسمي أنفسنا ونبرئه صلى الله عليه عن أعمالنا، عن أفعالنا، لا نشوه سمعة الإسلام وسمعة الدين بأفعالنا وأعمالنا، هذا هو السر. ونرغب الناس، تقول ماكم عنده، نحن نعمل بالوظيفة، وظيفة ظاهرية يعمل بهذا وكذا إصلاح جزئي، بس هو يكون يأتي رح ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالم عليه كمال موسى. أي اليهود، يهود يتجننوا لما يشوفونه، كمال موسى وبهاء عيسى. النصارى وين يبقون لما يشوفونه؟ وصبر أيوب. أحسنت. رزقنا الله وإياكم رؤيته ولقائه والعيش في دولته صلى الله عليه. آمين. أحسنتم شيخنا، أحسنتم على هذا البيان الرائع. أعزائنا المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله.